سيف وسيف. شو الفرق بين هذول الكلمتين؟ واحدة بحرف الاف واحدة بحرف الفي. في لخبطة كثيرة باللفظ وبالمعنى بين هذول الكلمتين. تعال اعلمك بشكل بسيط جدا طريقة تدريبية عمرك ما تلخبط فيهم. سيف هي الفعل، يعني اللي بحرف الفي سيف هو الفعل بمعنى ايش؟ ينقذ. Saved to save. Oh, I saved him. أنا أنقذته. I saved him. أو save the file on your computer. احفظ الملف على جهازك الكمبيوتر. هذه save الفعل. طب الاسم أو الصفة هي إيش؟ safe. Safe. معنى بمعنى آمن. بنقول this is a safe place. This is a safe place. هذا مكان آمن. إذن save هي الفعل بمعنى يحفظ أو ينقذ، وsafe بمعنى آمن. ما تنساهمش.